فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها محتارة في أمر صلاتها وصيامها، حيث إنها استخدمت إبرة منع الحمل وسبب لها اضطراب في الدورة الشهرية، فتارة لا تأتيها العادة أشهر، وأحياناً يأتيها دم الحيض في غير عادتها المعروفة، فهل في هذه الحالة تعتمد في عادتها على لون الدم؟ فما كان أسود له رائحة يعتبر عادة، وما كان غير ذلك لا يعتبر، أم ماذا تفعل؟ وجهوها وفقكم الله. نعم، تعتمد على صفات الحيض، تعتمد على صفات الحيض، ما دام أن يحمل صفات الحيض من السخونة والسواد والرائحة، ما هو بلازم تجتمع كل الصفات الثلاث. إذا كان منتنا فهو حيض، إذا كان ثخينا أسود فهو حيض، لو صفة واحدة. فتجلس وقت هذا الدم الذي المتميز، هذا يسمى التمييز، تجلسه، فإذا انتهى تغتسل وتصلي. إذا كان أنه ما له صفات الحيض، دم يجري، فإنها كما ذكر العلماء كما في الحديث أنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. فالمرأة إما أن تجلس عادتها إذا كانت تحفظها، تجلس أيام عادتها إذا كانت تحفظها، فإن لم تحفظها فإنها تجلس الدم المتميز إذا كان يصلح للحيض، تجلس الدم المتميز، فإن عدم التمييز فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. هذا هو الذي تدور عليه الأحاديث في المستحاضة. نعم.